أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما دلالات التقرير الجديد لبعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي الذي قال إن معظم الجرائم ضد المتظاهرين والناشطين في العراق تنفذ دون الكشف عن هوية الجناة؟ وما دلالات كشف التقرير أن السلطات العراقية اتخذت خطوات محدودة في التحقيقات بمقتل وجرح المتظاهرين والمنتقدين أيضا لقوى السلطة؟ ولكن من يحمي هذه الجرائم ومرتكبيها رغم وضوح هوية القتلة؟ وما الذي يجعل إجراءات التحقيق القضائية محدودة وخجولة؟ وخاصة أنه جاء في تقرير بعثة يونامي الأخير أن القضاء وضباط التحقيق في العراق أو بعضهم يتعرضون للتهديد والترهيب واستهداف الميليشيات لهم. سنضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام تقارير اللجان المهمة في الأمم المتحدة التي صدرت شهرين نيسان ومايس، وفيها طلبات محددة ومهمة من العراق تتعلق بالمتظاهرين والمعتقلين والمختفين قسريا وقضايا السجون والحريات، والتي تتعلق أيضا بتنفيذ التزامات دولية محددة. وسيكون معنا في هذه الحلقة لمناقشة هذا الموضوع كل من عبر سكايب الأستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. مرحبا بك أستاذ ناجي. وعبر الهاتف السيد عادل الخزاعي، المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات. مرحبا بك أستاذ عادل. حياكم الله. وعبر سكايب السيد حسين دلي، المتحدث باسم مرصد أفاد. مرحبا بك أستاذ حسين. مرحبا. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. اغتيالات وقتل بشكل شبه يومي، يتبعه تشكيل لجان تحقيقية ثم تقييد تلك القضايا ضد مجهول. هكذا تتم الجرائم والانتهاكات في العراق، وهكذا يتم الإفلات من العقاب الذي لا يزال مستمرا في العراق على صعيد الهجمات التي تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين للعناصر المسلحة والجهات السياسية، بحسب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. العراقيون أصبحوا يتوجسون خيفة من السلطات والميليشيات المتنفذة، فقد يكون الموت ثمناً لرأي أو معتقد، فسياسة الإفلات من العقاب تشيع بيئة من الخوف والترهيب وتقييد حرية التعبير، وفقاً لمكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تكميم للأفواه يحاسب على كل كلمة، والدليل الآن في كل تصريح لأي صحفي لأي مسألة ويتحدث عنها بصراحة أو بحرية أو بحق يحال إلى القضاء، بل آلاف القضايا ويجيب اللي ينقذه من تعدد هاي الجهات، أو ربما يختال بعيدا عن القضاء، ربما يختال ويخسر حياته من أجل كلمة حقيقة واحدة في هذا البلد. العراق شهد في أكتوبر 2019 تظاهرات واسعة طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام، إلا أن الثوار تعرضوا لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، وأصيب ما لا يقل عن 30,000 بجروح دون الكشف عن هوية الجناة، فضلا عن محاسبتهم. الحكومة في العراق لم تفي بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والنشطاء والصحفيين من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وقتل متعمد، مما شجع على ارتكاب مجازر عدة في ساحات ثورة تشرين بحسب منظمة Human Rights Watch. المجتمع الدولي يقف صامتاً أمام جرائم القتل والإخفاء القسري والاعتقالات التي تطال المتظاهرين من ثوار تشرين ومن قبلهم تلك الجرائم التي ارتكبت بدوافع طائفية منذ 2003 وحتى اليوم، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب. إذن أبدأ معك أستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. أستاذ ناجي، التقارير اللجان المهمة في الأمم المتحدة التي صدرت في شهري مايس ونيسان التي تحدثت عن مطالبات الحكومة في العراق، وهي طلبات محددة بشأن ما يخص المعتقلين وكذلك المغيبين وكذلك المتظاهرين، بما في ذلك أيضا منتقدي السلطة في العراق. هذه التقارير التي صدرت مؤخرا، كيف تابعت مجرياتها؟
أهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام. الحقيقة نحن اشتركنا في كل هذه الاجتماعات التي نجمت عنها هذه التقارير، وهي اجتماعات اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة التي هي مسؤولة عن تنفيذ الدول لالتزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان طبعا، والعراق جزء من عدها. فكانت هنالك 4 مراجعات في هذه السنة تحديدا للعراق، منها مراجعة لجنة الحقوق السياسية كانت في شهر آذار، ثم لجنة الاختفاء القسري في شهر نيسان، وأيضا في ذلك الوقت كانت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة التعذيب في 9 آيار. فكل هذه اللجان أصدرت تقارير كما ذكرتم، فيها طلبات محددة وواضحة من السلطات العراقية، وهي يعني هذه لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت عبر تراكمات سنين طويلة من المراجعات. غالبا ما كانت هذه اللجان تصدر تقاريرها وتصدر توصياتها للعراق، لكن للأسف تلاحظ من خلال المتابعة التي نجريها نحن في مركز جنيف الدولي للعدالة وكذلك منظمات أخرى تقوم بذلك، أنه لا يوجد تنفيذ لكل هذه التوصيات. وبالتالي نحن لمسنا أن التقارير التي صدرت في هذا العام كانت تقارير محددة وواضحة، وهنالك ما أشبه بجدول زمني لتنفيذ مطالبات هذه اللجان، ثم أن هنالك متابعة مستمرة تجري لها، وقد حددت يعني في كثير منها موضوع الإفلات من العقاب. يعني التقرير الصادر في 9 مايس آيار من لجنة التعذيب يؤكد في أحد فقراته على موضوع نهج الإفلات من العقاب الساري في العراق، ويطالب من السلطات أن تتخذ إجراءات ملموسة بالفعل لمحاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات التي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين أو تلك التي تتعلق باعتقالهم وتعذيبهم، إضافة إلى اللجان الأخرى التي يمكن أن نأتي على ذكرها لاحقا فيما يتعلق بالاختفاء القسري ولجنة الحقوق السياسية. أستاذ حسين دالي المتحدث باسم مرصد أفاد، يعني الكثير من اللجان صدرت عن منظمات الإنسانية والدولية بشأن المتظاهرين في العراق أو عمليات التعذيب أو الإخفاء القسري أو ما يجري من اغتيالات ضد الصحفيين في العراق، ولكن لا توجد أي تنفيذ لتوصيات هذه اللجان، وأيضا اللجان التي يتم تشكيلها من داخل الحكومة في العراق الأرض التي يتم عليها ارتكاب هذه الجرائم، دائما ما تحول ضد مجهول. يعني في هذه الحالة من المسؤول عن تنفيذ توصيات هذه اللجان؟ أم أن اللجان الحقوقية، اللجان حقوق الإنسان، فقط عليها إصدار توصياتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على استضافة، تحية للرافدين وتحية للضيفين الكريمين. بالحقيقة هناك 3 جهات رسمية في العراق مكلفة بمتابعة هذه الأمور. الحكومة على رأسها هي التي تتابع عبر أجهزتها التنفيذية، وهي التي تشكل هذه اللجان، سواء لجان التي تتابع قضايا الاغتيالات والخطف، أو اللجان التي تتابع الفساد. مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي منذ أن تسلم السلطة قدم عدة وعود في هذا الإطار، شكلت عدة لجان، لكن النتائج لم تكن بشكل مرجو، بل أنها في الفترات الأخيرة تقاعدت أو ربما تركت عملها، وربما أصبحت اللجان اسما على غير مسمى. السبب في ذلك أن المنظومة التي تتحكم، وأنا هنا أسميها منظومة لأنها لديها أركان تقوم بعمليات الاغتيالات، الخطف، تكميم الأفواه، ملاحقة الصحفيين، حرق المؤسسات الإعلامية التي يصدر منها أي كلام لضيف أو مقدم برنامج أو مذيع نشرة. هناك أيضا القضاء الذي يتقاعس أو يتجاهل، بل ربما بعض الجهات تتهم هذا القضاء بالمسؤولية المباشرة عن
تردي الواقع الإنساني والأمني وبطبيعة الحال الفساد في أروقة أجهزة الدولة، لأن الملاحقات التي ينبغي أن تقوم بها هذه المؤسسة ليست بالشكل المطلوب، وينبع ذلك بحسب اتهامات بعض الأشخاص بأن رموز القضاء أو القضاة الرئيسيين في المفاصل القانونية في الدولة نفسها متهمة بأنها على علاقة بالأجهزة الأمنية أو ميليشيات، هي نفسها متهمة بارتكاب تلك الانتهاكات. لدينا كثير من المحاور الآن في حالة الفساد المنتشرة والمتجذرة في الدولة العراقية، الاعتقالات التعسفية والانتهاكات داخل السجون، لدينا المحور الثاني الإخفاء القسري الذي يشمل المفقودين المختطفين، لدينا القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات، لدينا المهجرون والنازحون والاستيلاء على أراضي لأناس بحجج وهي تقوم بها ميليشيات منفلتة، لدينا موضوع تكميم الأفواه والتضييق على الحريات الذي أصبح حديث الشارع في الشهر الماضي. بالنسبة للقضاء أستاذ حسين، يعني تعتقد أن بعض القضاة وضباط التحقيق يتعرضون فعلا إلى التهديد من قبل الميليشيات، إلى التهديد بالقتل بحسب ما جاء في تقرير يونامي الأخير، أم أن الأمر هو تسييس ومسايرة؟ كيف تنظر إلى موضوع القضاء تحديدا؟ يعني هو للإنصاف نقول أن بعض الضباط وبعض الأجهزة الأمنية تقوم بالدور المطلوب منها، وهي لديها إمكانات جيدة وقامت في بعض الأحيان بكثير من مواجهة حالات الفساد و القبض على عدد من المنتهكين ومنع كثير من الاستهدافات لعدد من الناشطين والصحفيين والإعلاميين، وألقت القبض على كثير من العصابات لا سيما في الفترة الأخيرة عصابات المخدرات. لكن هناك أجهزة أخرى لا تقوم بالدور المطلوب، بل هناك اختراق داخل هذه الأجهزة الأمنية، هناك اتهامات من منظمات حقوقية دولية وداخلية عراقية تتهم ببعض الأجهزة الأمنية بأنها مخترقة أو أنها بالفعل جزء من الميليشيات. ألا تعتقد أستاذ حسين أن سياسة الإفلات من العقاب هي أكبر حجما وأوسع نطاقا من موضوع يعني هناك اختراق؟ يعني هو التوصيف الحقيقي يختلف عليه كثير من المحللين والمتابعين، لكن بالتأكيد حجم الانتهاكات، حجم التدهور الأمني والقضائي والإنساني الحقوقي والقانوني أكثر بكثير بالفعل مما يسميه البعض اختراقات هنا أو هناك. هي ليست حالات فردية، بالتأكيد هي حالات ممنهجة في كثير من الأجهزة الأمنية، وبالتأكيد هي ربما جزء من وسائل أساليب الميليشيات في الدولة العراقية التي للأسف هي في بعضها ممولة من الدولة العراقية ومشرعة ولها نواب داخل البرلمان العراقي. وكما قلت الدولة العراقية بأجهزتها الأمنية والحكومية والتنفيذية والتشريعية في البرلمان والقضائية مسؤولة بشكل كلي عن هذا التدهور الحقيقي في الملفات الحقوقية والإنسانية في العراق بشكل كامل. ابقى معي أستاذ حسين، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ عادل الخزاعي متحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات. أستاذ عادل، تقرير يونامي الأخير أو الجديد يقول إن معظم الجرائم ضد المتظاهرين والناشطين في العراق تنفذ دون الكشف عن هوية الجناة. السؤال هنا، من يحمي هذه الجرائم؟ من يحمي مرتكبيها رغم وضوح هوية القتلة؟ الآن الأمر لا يخفى على أحد، وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات موجودة، الشهود العيان موجودون أيضا من عام 2019 وقمع ثورة تشرين إلى الآن، الدلائل تترى، تقارير دولية، تقارير أممية تتحدث عن ذلك. نعم، تحية طيبة لك أستاذ سمير والضيوف والمشاهدين الكرام. حياك الله سعادة. الحماية للقتلة والمجرمين ومرتكبي الجرائم، وأولها هو الحماية بالغطاء السياسي ومحاولة تسويف أي جريمة مهما كانت كبيرة ووضعها في غير محلها، كنزاع عشائري كما حصل في جريمة نهر الإمام وقتل العشرات وحرق مئات المنازل، ثم وضعوها في خانة المشاكل العشائرية رغم إنها لم تكن كذلك، أو وضعها ضمن ما يسمى المساج بالشخصيات الدينية أو السياسية المقدسة كما حسب زعمهم
كما حصل الناشط المرحوم إيهاب الوزني واتهموه بالإساءة لمرجع ديني خارج البلاد. وأيضا الحماية الأمنية وهي مشكلة كبيرة جدا، وأنا يعني لا أقول عن الجميع، ولكن هناك اختراق هو مشكلة كبيرة جدا، حيث وجود ضباط وقادة لهذه الميليشيات داخل الأجهزة الأمنية، وبالإمكان التعامل مع أي حالة إلقاء قبض أو تحقيق مع أي عنصر من الميليشيات مهما بلغ الجرم والجريمة، بالإمكان تسويف والإطاحة بالقضية، وبالتالي أيضا يفلت الجاني من العقاب. وأيضا هناك الحماية القضائية، معلوم عند الجميع إن القضاء العراقي تم تحاصصه بين الأحزاب منذ عام 2003، ووجود هذه الأحزاب ضمن دائرة القضاء هو عملية تسهيل هروب الجنات من العدالة. مهما كانت الجريمة مالية أو جنائية، يعني هروب عبر الهروب الجاني من العقاب عبر النفوذ القضائي أو السياسي، والتسويف كامل لهذه القضايا. الإفلات من العقاب أصبح ظاهرة سياسية، وكثير من المجرمين الذين كان من المفترض أن يكونوا تحت العقوبة طلقاء الآن ويستمتعوا بالسلطة والحرية المطلقة والغطاء السياسي أيضا من جهات حزبية، على الرغم من أن التقارير الأممية المتكررة بما يخص الإفلات من العقاب وإفلات مرتكبي الجرائم إلى الآن، وإلى الآن الحكومة العراقية تتجاهل هذه التقارير وتسوف المضمون من هكذا مذكرات، لأنها من الممكن لو تم التحقيق فيها بجدية أن تطيح برؤوس كبار أمنيين وعسكريين وقادة سياسيين وزعماء، باعتبار أن هذه الجرائم نفذت على يد ميليشيات مرتبطة ارتباط مباشر بهؤلاء، ولا يمكن للحكومة العراقية تنفيذ تعهداتها أمام المجتمع الدولي، فتلجأ إلى تسويف هذه التقارير. كما إن ازدياد حالات القتل والاغتيالات وانتشار السلاح هو سبب عدم وجود ردع حقيقي ووجود غطاء سياسي لأغلب القضايا، ومنها قضايا الأمن القومي والإرهاب الدولي، كتدخل عناصر عراقيين للعبث بأمن دول مجاورة للعراق وتمويل جماعات إرهابية خارج العراق وحتى داخله بدون أي حدود بالمال أو السلاح. وبالتالي نتاج الإفلات من العقاب كان مدمرا، نتائجه مدمرة على الشعب العراقي على صعيد الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، بل تعدى هذا الأمر إذا دخول هذه الكارثة بين المجتمع العراقي وتفشي القتل والتهجير لأبسط الأسباب وأقلها أهمية، وتفشي النزاعات العشائرية وتفشي الثأرية بين الناس نتيجة لهذه السياسة المتبعة منذ البداية ومنذ صناعة هذا الدستور حقيقة البائس، وهذا النظام الذي غذى جميع أنواع الإفلات من العقاب والعقوبة وانتهاك العدالة. نعم أستاذ عادل، ابقى معي لو سمحت، أنتقل للأستاذ ناجي. أستاذ ناجي، يعني القضاء العراقي تم تحاصصه والإفلات من العقاب بات ظاهرة سياسية مثلما تحدث السيد عادل الخزاعي، من نتاجات الإفلات من العقاب انعكاسات سلبية على الواقع العراقي من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية وكذلك السياسية. ترى يعني نظام أو تفعيل نظام المساءلة والمحاسبة، القضاء مثل ما تحدث أيضا الأستاذ حسين أنه قضاء مسيس، ولكن تفعيل نظام المساءلة والمحاسبة، وخاصة هناك مصادر صحفية تتحدث عن أن هناك يعني مسؤولون في أعلى المناصب متهمون بارتكاب جرائم طائفية في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن، لماذا لا يتم تفعيل نظام محاسبة ومساءلة، ومن الأطراف المستفيدة من ترك سياسة الإفلات من العقاب هكذا؟ الأطراف المستفيدة طبعا هي كل الأطراف الداخلة في ما يسمى نظام المحاصصة الطائفية. يعني لا يمكن حقيقة في العراق تفعيل محاسبة فعالة، ولا يمكن للقضاء أن يعمل بطريقة مهنية وطريقة مستقلة في ظل وجود هذا النظام، لأنه يعني لا يمكن أن يكون
المتهم هو الحكم يعني، أو القاتل هو الحكم، لأنه النظام برموزه بشخوصه مسؤول من البداية عن معظم الانتهاكات، عن معظم عمليات القتل، عمليات التعذيب، القتل خارج القضاء، يعني ليس فقط طبعا المتظاهرين وإنما قبل المتظاهرين، واستهداف مظاهرات أخرى ومجمعات سكنية وتجمعات سكانية معينة يعني. وبالتالي يعني نحن في أكثر من مناسبة طلبنا وأكدنا على ضرورة تشكيل لجنة دولية، أما أن تشكل محكمة دولية خاصة بالعراق أو أن يحيل مجلس الأمن الدولي ملف الجرائم التي ارتكبت في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو أن ترسل لجنة تحقيق دولية، وهذه اللجنة حسب معطياتها تقترح ماذا يمكن القيام به، لأن الجرائم التي ارتكبت في العراق وهذا أكدناه مرارا هي جرائم دولية، يعني فيما يتعلق بالتعذيب اللي ارتكب على نطاق واسع، فيما يتعلق بجرائم الاختفاء القسري، فيما يتعلق بالقتل خارج القضاء الواسع النطاق، كل هذه الجرائم لا يمكن أن تتم حقيقة المساءلة عنها داخل النظام القضائي العراقي، ولا يمكن بالتالي تحقيق العدالة للضحايا. وبالتالي يعني لجان الأمم المتحدة كلها التي تطرقنا إليها في تقاريرها التي صدرت حديثا كلها يعني أشارت إلى هذه القضايا، أشارت إلى اللجان التي شكلها العراق، وقالت أننا لم نلمس شيء من هذه اللجان لحد الآن، أشارت إلى موضوع القضاء وأكدت يعني المشاكل التي يعانيها القضاء، وبالتالي أنه هو بحاجة إلى إصلاحات، أشارت إلى مسائل أخرى تتعلق بكيفية تصرف المسؤولين والضباط وغير ذلك، وبالتالي في النهاية عندما تحدث انتهاكات معينة كما لاحظنا السلطة نفسها يعني أحيانا تقول نحن لا نعرف من الذي أطلق النار، لا نعرف من الذي قام بالانتهاك الفلاني. لذلك هذه اللجان طلبت أنه لأجل أن يكون هنالك ضبط للنظام في العراق يجب أن يكون هنالك وضوح تام في أسماء الأشخاص الذين يكلفون بإجراءات ضبط النظام. يعني عندما تكون هنالك لنفرض مظاهرات وتكلف الدولة وحدة عسكرية معينة أو وحدة أمنية بأن تكون قريبة أو تراقب هذه التظاهرات، يجب أن يكون هنالك واضح سجل واضح من هم. طيب ما الذي أستاذ ناجي، ما الذي يجعل إجراءات التحقيق القضائية محدودة وخجولة كما ذكر في التقرير الأخير للبعثة الأممية؟ لأن مثل ما ذكرت الخصم هو الحكم، لأن هنالك يعني الانتهاكات ستمس شخصيات كبيرة في النظام القائم في العراق، نظام المحاصصة الطائفية القائم في العراق، هنالك قادة لأحزاب، هنالك برلمانيين، هنالك مسؤولون في الحكومة، هنالك مسؤولون في الأجهزة الأمنية، لا ننسى الميليشيات. هؤلاء القادة هم المسؤولين عن كثير من هذه الانتهاكات، وبالتالي يعني يصعب على ربما يعني ذكر الزملاء يعني موضوع تهديد القضاة. طبعا يعني هنالك من البداية تهديد للقضاة في العراق، وبالتالي النظام القضائي العراقي حقيقة مكبل، لا يستطيع فعلا حتى لو وجدت الإرادة لدى بعض القضاة ولدى بعض المحاكم، لكنه بشكل عام مكبل، يعني لا يستطيع فعلا كما مطلوب كما يقال يعني أداء العدالة، تقديم العدالة للضحايا بشكل صحيح. خاصة الكثير من المحللين، نعم أستاذ ناجي، الكثير من المحللين يرون أن موضوع سياسة الإفلات من العقاب واستمرار هذه السياسة هي أحد أدوات التغيير الديموغرافي الحاصل في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن. وكذلك يعني يرى خبراء قانونيون أيضا أن موضوع إنهاء سياسة الإفلات من العقاب هي موضوع حيوي بالنسبة للقوى الدولية، وخاصة بعد احتلال العراق، لأنها مرتبطة بالمنظومة الحاكمة التي تنفذ أجندة الاحتلال الأمريكي. ولكن
لنتحدث بهاتين النقطتين بعد فاصل قصير. إذن أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونسلط الضوء في هذه الحلقة عن الإفلات من العقاب ومنظومة الموت في العراق. نتساءل لماذا تستمر هذه السياسة، سياسة الإفلات من العقاب، ولماذا يستمر مرتكبو جرائم ضد المتظاهرين في العراق طريقين ولا من مساءلة ولا من محاسبة. تحول بالسؤال إليك أستاذ حسين دلي، يعني خبراء قانونيون يرون أن سياسة الإفلات من العقاب هي مرتبطة بالمنظومة الحاكمة منذ عام 2003 وبالحكومات المتعاقبة. هذه السياسة لم تنتهي ولن تنتهي إلا بانتهاء هذا النظام المحاصصي الذي حاصص كل شيء حتى القضاء. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ بالتأكيد أن المنظومة التي قامت على مسار أعوج ومنذ 2003 منذ 19 عاما اخططت لنفسها خطوط لا تتوافق حتى مع الأعراف الدولية الحقيقية في إقامة منظومة حكومة جديدة تحاول أن تتخلص كما تدعي وتزعم من إرث منظومة الاستبداد السابقة. لا بد أن يكون هناك انطلاقة حقيقية، مسارات واضحة، لكن الذي رأيناه أن هذه المنظومة ومساراتها منذ بدء العمل بمنظومة التوافق والمحاصصة وتقاسم الأحزاب للسلطات التنفيذية والأمنية والقضائية التي أصبحت هي أيضا جزء من المحاصصة، لأن حتى تركيبة المجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومعظم القضاء تتفق مع نفس المسار السياسي بالمحاصصة، والأحزاب هي التي ترشح القضاة لشغل المناصب العليا في الدولة. هذه المسارات المعوجة التي بنيت عليها هذه العملية السياسية أدت بمرور الأيام إلى تراكمات هائلة من الخلل. هل هي أستاذ حسين كتوصيف يعني دقيق، هل هي مسارات معوجة فعلا أم أنه مشروع مسبق خطط له قبل الاحتلال والآن هو في مرحلة من مراحل التنفيذ؟ لا شك يا أخي أنه هذا التخطيط الذي يعني يزعم كثير أن الولايات المتحدة مع إيران باعتبارها الفاعل الرئيسية في العراق هي التي اتفقت على إعداد تلك المسودات التي بنيت عليها القوانين والنظام الحكم في العراق، وهذا لا شك أنه لا ينبع من أصالة العراقيين في اختيار قوانينهم ومنظومة الحكم لديهم، حتى أنها لم تتبع أي أسلوب أو نظام حكم قريب من العراق في المحيط الإقليمي. هذا المسارات المعوجة أدت كما أسلفت بمرور الأيام مع تراكم الأشهر والسنين إلى وجود حالة احتقان كبيرة ألقت بظلالها على جميع مفاصل الدولة. هناك منظومة فساد هائلة الآن تحكم الدولة، الرشاوة، الأتاوات، الابتزاز، التعيينات التي تتم بالواسطة، الصفقات التي لا تتم إلا بدفع نسبة للقائمين على تلك الصفقات، الوزارات تدار من قبل المدراء العامين وليس من الوزير نفسه، الوزارات تباع بملايين الدولارات. إذا أتينا على الفساد فهو يعني حالة تزكم الأنوف، العراق والبلد الأكثر فسادا في المنطقة وربما في العالم. إذا نأتي على منظومة تكميم الأفواه والحريات لدينا فقط منذ 2019 من بعد ثورة تشرين أكثر من 450 حالة استهداف للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، سواء بالقتل أو الاختطاف أو الاعتقال أو التعذيب أو الضرب أو حرق المؤسسات أو استهداف الصحفيين بمذكرات قضائية. إذا تكلمنا عن
أداء الوزارات المختلفة هي وزارات فاشلة. اليوم مع ارتفاع أسعار النفط ارتفاع حال هناك وفرة مالية، ويفترض غدا أن يصوت البرلمان على قانون ما يسمى الأمن الغذائي. هذا القانون وفق بعض الأرقام هناك زيادة غير طبيعية على الاحتياجات الحقيقية للمنظومة الغذائية في العراق، وهي نافذة حقيقية للأحزاب للسرقة. والسبب هو تعطيل نظام المراقبة وتعطيل نظام المحاسبة والمساءلة، بالتالي هو يعني أسهم بشكل كبير في موضوع الإفلات من العقاب. سأعود لك أستاذ حسين، اسمح لي أن أنتقل للأستاذ عادل. أستاذ عادل، بالتأكيد سياسة الإفلات من العقاب لها تداعياتها وانعكاساتها على الإطار السياسي، الإطار الاقتصادي، الإطار الاجتماعي في العراق. إلى أي مدى تعتبر هذه السياسة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب أداة فاعلة للتغيير الديموغرافي الحاصل في العراق منذ احتلاله عام 2003؟ حقيقة سياسة الإفلات من العقاب هي نهج ثابت في الحكم في العراق بعد عام 2003 ومستمر، وأوجه الإفلات من العقاب هي الحصانة، كانت سياسية أو قضائية أو عشائرية أو حتى دينية، وهذه سياسة متجذرة قانونيا ودستوريا أصبحت وعرفا أمنيا وعلى مستويات عليا. ولو رجعنا بالزمن قليلا إلى أعوام 2004 و2005 ويذكر الجميع حالات القتل أو حالات الاعتقال ثم القتل، وحالات القتل والاغتيال على يد ما كان يسمى بفرق الموت التابعة للدولة أنذاك، وأثناء وجود الجعفري وصولاغ على رأس السلطة، ثم ملاجئ وسجون سرية وآلاف القتلى وملايين المهجرين، كل هذه المسائل ساهمت بشكل كبير بالتغيير ديموغرافي على مستوى واسع النطاق في العراق. كل هذه الجرائم تم مكافأة مرتكبيها بالمزيد من الامتيازات والسلطة، ولم يحاسبوا وتم التغطية على مرتكبيها قانونيا، بل وتم مكافأة المجرمين الصغار بدمجهم بالأجهزة الأمنية وترقيتهم ضمن قانون دمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية، وكان إفلاتهم من العقاب قانونيا ودستوريا، وإفلات يعني الإفلات من العقاب صار مشرعا في القانون وفي الدستور ومحمي سياسيا. الآن الكثير من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم التهجير والتغيير الديموغرافي، الذين ارتكبوا جرائم الخطف والتغييب القسري والتهجير وقتل المحتجين في ثورة تشرين، طلقاء وبدون أي عقاب، لم يفلتوا من العقاب أساسا، بل أصبحت جرائمهم مشرعة وقانونية بحكم وجودهم على رأس السلطة ونفوذهم في جميع المفاصل الأمنية والاستخبارية وحتى القضائية، مما يمكنهم بالتغطية بشكل سلس وسهل على الجرائم. ومن أخطر أوجه الإفلات من العقاب هي الإفلات بالطريقة القانونية الدستورية. الكثير من المواد الدستورية والقانونية شرعت تشريع واضح للإفلات من العقاب، ومنها وهذا شيء بسيط، تسمية القتلة والمجرمين والإرهابيين بالميليشيات والخارجين عن القانون. هؤلاء إرهابيين وليسوا خارجين عن القانون، وهذا توصيف ليس لفظي، توصيف مخفف ومهيئ للإفلات من العقاب. وبالتالي الكثير من التشريعات جاءت لإغلاق الباب، إغلاق باب المساءلة والحساب، دمج الميليشيات الحشد وما قبلها بدر وغيرها في الأجهزة الأمنية، وهي فصائل ولائية ذو توجه طائفي هو للإفلات من العقاب. دمج منظمة البيكك الإرهابية في الأجهزة الأمنية، وهي منظمة إرهابية ساهمت بالقتل والتغيير الديموغرافي ولها جرائم في العراق وخارجه، هو للإفلات من العقاب. معاملة الميليشيات الإرهابية والفصائل الإرهابية كقوة دينية مقدسة وأفرادها مقدسون، وهم ساهموا بتغيير ديموغرافي وقتل وتهجير والكثير من الجرائم، وأيضا للإفلات من العقاب. نعم. تأسست حالة الإفلات من العقاب وتجذرت بسبب وجود قيادات متهمة أساسا بجرائم كبيرة على رأس السلطة، ما مكنها
من السيطرة على جميع المفاصل الأمنية وسيطرة عبر المحاصصة على القضاء، مما جعلها أو مما جعل وأسس لحالة تبرئة المجرم حتى قبل وصوله للقضاء، ودعم عمليات القتل والخطف والتهجير والتغيير الديموغرافي بالطرق القانونية وإعطائها صبغة مقدسة دينية بين هلالين الجرائم المقدسة التي تبيح قتل جميع من يتعارض مع أفكار السلطة الحزبية أو السلطة أو زعماء الميليشيات، إن كانت أفكار دينية سياسية اجتماعية. حتى أصبح الأمر هذا مفروضا على العراقيين، وهنا تأسيس لسياسة الإفلات من العقاب. نعم، شكرا سعادة. سعد ناجي، أخطر إفلات من العقاب هو عندما تضفى على الجريمة صفة دستورية وقانونية وتسميتها بمسمى الخارج عن القانون وإلى آخره. بالتأكيد هناك أساليب للتوثيق للجرائم التي ترتكب، هذه الأساليب معروفة، ولكن مع تغيير هذه الصفات وإضفاء الطابع القانوني والدستوري على ما يجري من انتهاكات وجرائم ضد المتظاهرين، ضد الصحفيين، استمرار عملية التغييب القسري، يعني المعتقلين داخل السجون، التغييب، يعني هل يا ترى سوف تتغير أساليب التوثيق لتبيان الحقائق نوعيا مع تغيير صفة أو مسمى هذه الجرائم داخل العراق؟ حقيقة يعني من ناحية التوثيق، يعني نتحدث عن ما نقوم به نحن، ولمسنا أيضا منظمات أخرى كذلك، يعني نحن لا نتبع التوصيفات الحكومية مطلقا، ولا ونعرف من البداية أن هي مجرد محاولة للتغطية على هذه الجرائم. وأكدنا من اللحظات الأولى للجان الأمم المتحدة، خاصة إذا نتحدث عن المتظاهرين، أكدنا من البداية أن الجهات التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين واستخدمت السلاح الحي من اللحظات الأولى لانطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول عام 2019 هي جهات حكومية، هي جهات رسمية، هي جهات معروفة لرئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي وكل المشاركين. ثم تحدثنا بعد ذلك عن القناصين ولمن يتبعون، وأيضا ما تبع ذلك يعني عمليات الاغتيال الفردي للمتظاهرين ولاحقتهم إلى بيوتهم بعد خروجهم من التظاهرات. هذه كلها نحن وثقناها وأكدنا أن كل الجهات التي تقوم بها هي جهات مرتبطة بالنظام القائم في العراق، مرتبطة بالسلطة، مرتبطة بأجهزة السلطة، لكنها تعمل بهذه الحرية الواسعة لأنها تعرف أنها محصنة، وأنها لا توجد مساءلة على أعمالها من قبل الحكومة. ولذلك كما قلنا شككنا أيضا بكل اللجان التي تم تشكيلها من قبل السلطات العراقية، وبالتالي فعملية التوثيق لاحقت كل هذه المتغيرات، وقدمنا كل التفاصيل التي تدحض ما تقوم به السلطات من عمليات تدليس وامتصاص للرأي العام أحياناً بإدانة الجرائم، بإدانة هذه الأفعال، والتأكيد بالالتزام بملاحقة من قام فيها والتحقيق وغير ذلك. كل هذه المسائل نحن حقيقة فندناها، مؤكدين كما قلت من البداية أن السلطات تعي تماما وتعرف تماما من الذي يقوم بكل هذه الانتهاكات ومن هي الجهات الرئيسية التي تطلع بها. طيب سيد ناجي، ذكرتم في بداية الحلقة أن هذه التوصيات للجان الأممية التي تحدثت عن تقارير تصف ما يجري في العراق من جرائم، ولكن هي توصيات لا تجد لها تنفيذا على الأرض. من بيده التنفيذ إن افترضنا؟ هل هو من داخل الأمم المتحدة أم هو متعلق بالسياسة الدولية التي تدير حلبتها القوى الدولية؟ كيف نفهم هذا؟
نعم، يعني ربما أنا تحدثت في لقاءات سابقة أخرى. المشكلة في قضية العراق كلها أن الذي بدأ بها هو القوى الكبرى أمريكا وبريطانيا، يعني هذه البداية هي التي أسست لما بعدها حقيقة، الغزو غير الشرعي، ثم ما لحقه من احتلال وحشي، ثم الممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال فيما يتعلق بالتعذيب وقصف المدن وقتل الأعداد كبيرة من المدنيين. كل هذه الممارسات والأعمال الوحشية والانتهاكات والجرائم للأسف مرت دون عقاب ودون مساءلة، ومن هنا تأسست حقيقة لحظة الإفلات في العقاب، الإفلات من العقاب في العراق من ذلك التاريخ. ونحن يعني شرحنا ذلك باستمرار إلى الأجهزة الدولية الأخرى داخل الأمم المتحدة، ووضحنا ذلك باستمرار أنه ما لم نبدأ بالمساءلة من تلك اللحظات، لحظات الاحتلال والغزو والاحتلال يعني، فأن عملية الإفلات من العقاب ستستمر، لأن الذين أتوا بعد ذلك هم النظام الذي جاء به الاحتلال والنظام الذي أسسه الاحتلال، وهذا النظام ورث عن الاحتلال كل الممارسات البشعة من القتل خارج القضاء، من التعذيب. الميليشيات أساساً أدخلها بريمر الحاكم العسكري عندما حل الجيش العراقي الرسمي وحل الأجهزة الرسمية العراقية وأقام أجهزة جديدة وجيش جديد بني من الميليشيات، سواء منظمة بدر أو غيرها من البداية. وبالتالي يعني يجب ملاحقة هذه عملية الإفلات من العقاب من البداية بمساءلة المسؤولين عنها، ولذلك نحن نطالب باستمرار يعني في أجهزة الأمم المتحدة، نطالب أنه يجب أن يكون هنالك قرار دولي ينصف العراق، وأنه لا يمكن حل موضوع العراق بمجرد إصدار التوصيات ومجرد إقامة مؤتمرات أو اجتماعات، لابد من اتخاذ إجراءات حقيقية فعلا من أجل المساءلة لكل ما حصل. شكرا لك أستاذ نجي. أستاذ حسين، العراقيون الشعب العراقي أصبحوا يتوجسون خيفة من الميليشيات، وخصوصا التقارير الدولية نفسها تتحدث عن أنها يعني صارت تبث أجواء من الخوف والرعب والترهيب ضد المتظاهرين وضد المنتقدين لقوى السلطة في العراق. هل هذا يعني مزيدا من الانتهاكات، مزيدا من الجرائم، مع غياب المساءلة والمحاسبة، ومع يعني غياب أيضا الدور القضائي؟ هل تتوقع مستقبلا مظلما؟ هل تتوقع أن تكون هناك ثورة في العراق نتيجة يعني من يقوم بقمع حرية التعبير في العراق يتعرض للقتل ويتعرض للاعتقال؟ كيف تنظر إلى المستقبل في العراق في ظل كل هذه الأجواء القاتمة؟ أنا أعتقد أنه على المدى القريب الواقع الأمني سيزداد تدهورا والانتهاكات ستزداد. الإشكالية علاقة الميليشيات بالأجهزة الأمنية، تغولها بالشارع. اليوم الحشد الشعبي لا يحترم أي جهاز أمني إلا إن كانت تحت إدارته في المناطق المتعددة التي يتواجد فيها مسؤولون أو جنود من يدفعون الحج الشعبي أو الأجهزة الأمنية، والعكس غير صحيح. لذلك أن الواقع الأمني يشير إلى أن المأساة مستمرة، الانتهاكات لن تتوقف في ظل تقاعس الأجهزة الحكومية والرضا بموقع المتفرج على الواقع المرير الذي يعاني منه العراقيون. اليوم تكلمنا في الساعة الماضية عن أنه هناك تردي هائل في الواقع الإنساني الحقوقي المعيشي. اليوم العراقيون، بعض العراقيين يعاني من المجاعة، فقر، عوز شديد. موضوع تكميم الأفواه هو يعني أمر بارز في الواقع الإنساني السيء في العراق. كما أسلفت، الاعتداءات متواصلة على كل
من يخالف حتى بمجرد الرأي، هناك ترهيب حتى في وسائل التواصل، هناك الذباب الإلكتروني الذي ينشط به جماعة كيبوردية تتبع الميليشيات تهدد أي شخص أو صحفي أو إعلامي أو محلل سياسي في القنوات أو حتى مجرد تغريدة أو منشور على الفيسبوك. فلذلك في ظل رضا الحكومة بموقع المتفرج، القضاء يقول أنا أنتظر ما تقدمه لي الحكومة. القضاء نفسه متهم بأنه أصبح طرف الآن في الإشكالية الحقوقية. الآن ما سعدت أخيرا من ما بعد قضية سرمد الطائي مع فائق زيدان، موضوع انتقاد الأداء العمومي والرموز، هذه نقطة جديدة سحدثت في قاموس القمع للحريات التي باتت سمة بارزة تغلب كل أنشطة المؤسسات الأمنية والقضائية التي توجه سهامها وقبضتها الأمنية باتجاه معارضيها أو حتى من ينتقد أداء هذه المؤسسات، وكأن هذه الشخصيات القضائية أو ما تسمى المرجعيات أصبحت قرآن معصوم وبالتالي ترفض أي محاولة للمساس بها، بينما الواقع يقول أنها جزء من منظومات الفساد والانتهاكات، وهي كبقية الأشخاص أو المسؤولين معرضة ومتهمة بأنها تساعد وجزء من هذه المنظومة الفاسدة. وينبغي أنا برأيي على العراقيين أن يوسعوا دائرة الانتقاد والمعارضة وأن تصبح هناك عمليات جماعية في مواجهة هذا التغول من بعض الأجهزة. وبرأيي أن لا المجتمع الدولي ولا المحكمة الجنائية ولا غيرها تستطيع أن تغير الواقع في العراق، لأنها متخادمة مع المنظومات التي تحكم العراق. حتى ممثلة الأمم المتحدة تتهم من جهات عديدة بأنها مستفيدة من الوضع، وهذا اتهامات توجه لكل ممثلي الأمم المتحدة في العراق السابقين. لذا الحال بيد الشعب العراقي، الحال بأن هؤلاء العراقيين ينظمون أنفسهم، يستفيدون من التجارب السابقة وخاصة ما حدث من تجارب تشرين بتنظيم عملية الرفض والمعارضة والمطالبة بالحقوق بشكل أكثر نضج وأكثر جماعية وأكثر تنسيق لإحداث تغيير يطالب به معظم العراقيين. أخيرا أستاذ عادل الخزاعي، يعني هل الحل بيد الشعب العراقي الآن؟ عندما يتحدث الكثير من المحللين أن موضوع سياسة الإفلات من العقاب مرتبط ارتباط كبير وقوي بالمنظومة الحاكمة، حيث تعمل على ديمومة هذه المنظومة. الآن الحلول بيد الشعب العراقي، وخصوصا الظروف الحالية التي يمر بها المواطن العراقي، ظروف حالكة في السواد، لا ماء لا كهرباء لا غاز لا خدمات لا حقوق إنسان، ما الذي بقي؟ نعم، لا شك أن الأمر الآن والكرة الآن في ملعب الشعب العراقي، وكما قال الأستاذ حسين، المجتمع الدولي مجامل ومجامل بشدة لهذا النظام السياسي الموجود في العراق، وحتى يجامل الميليشيات. فنظرتنا إلى ثورة تشرين هي أو ما يتبعها من ثورات هي من سيغير الواقع في العراق. نظرنا إلى أن ثورة تشرين كيف كانت زلزال حقيقي للأصنام السياسية وأحزاب ورؤساء الأموال الفاسدة المنتفعة من هذا النظام، واهتزاز جمجمة الميليشيات، وارتعدت فرائس الإمبراطوريات المالية والعائلية وقادة المجد الزائف، حتى أصبح جميع هؤلاء في موضع دفاعي قتالي هجومي على مجموعة شباب عراقي كل ما طالب به هو وطن. فجميع العراقيين الآن يجب أن يعلموا أن لا يوجد تغيير إلا من الداخل، وأن جميع من يحاول أن يبين لهم أنهم معهم من منظمات الأمم المتحدة أو من منظمات إلى آخره، لا تستطيع تغيير شيء في الداخل إلا من الداخل، من خلال الشعب العراقي. وإن العالم جميعا لا يحترم إلا أصحاب الأقدام الثقيلة وهم الشعب وليس المنظمات الدولية وغير ذلك. شكرا لك أستاذ عادل الخزاعي. في الختام مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، شكرا جزيلا لك أستاذ ناجي.
وأيضا أشكر الأستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد. شكرا أستاذ حسين، وكذلك شكرا لك أستاذ عادل الخزاعي المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.